ألا يوجد راجل في الصفحة المشبوهة المأجورة اللي اسمها المختلط؟ تعال تعال هنا، أو على بعد بتاع 4 متر، يعني على ما أجي لك أكون أنت جريت. تعال يا راجل، تعال استنى، تبعتوا تليفونات الأدوات المحترمات بنات فاضلات. الأول أنت بنت فلان يا بنت الأصول، استقيل هتستقيل ليه؟ عشان ماتش؟ أنا جايب لك بيان، أنا كسبان الأهلي في عهدي كم مرة؟ واخد منه كم بطولة؟ إنما القصة لا بطولات ولا مكسب، القصة فلوس بتدفع. تاني حسين لبيب ما نجحش في حاجة غير إنه يعمل اللي جاب. ده اللي نجح فيه، ومع أحمد سليمان ومع هاني شكري وعبد الله شوش ده غلبان، مصطفى كان دول غلبة ما معهمش فلوس ما بيدفعوش. ها؟ والعتال كلمكم بتوع المختلط قول لهم مرتضى بيتحداكم تعالوا اقفوا هنا. انما لو كتبتوا كلمة بعد كده وقلتوا ادابكم من قديمة. احنا قلنا كل اللي بتنطلع مش حتى اللي معانا، تعالى ما تقولش كده وتعالى اسمع وافهم ناديك بيتعرض لايه؟ ناديك بيتخنق عمدا عشان ينزل درجة تانية، ناديك بيتخنق عمدا عشان يكون في طي النسيان زي ترسانة ولونجو وسكر حديد. ها؟ وما زلنا واقفين على رجلينا. ده مش نقد وده مش ماتش. مش ماتش رقابة. لا. ده عيال مأجورة عارفة تعمل ايه. وبقول قدام مصر كلها انا دعيتكم تيجوا وعامل لكم نصر. مش دول بس، اي حد اطلع قول رايك، اطلع انتقد، اطلع قول انت زعلان من ايه؟ احنا هنضيع اكتر منك. ولما يطلع المدرب يقول انا غلطت في التشكيل والتغيير، لا هتقولنا مجلس الاداره، لا اللي بيشتغل عندك مجلس محترم ومحدش هيقدر يمشيه الا بارادته جمعيه عموميه. فيما عدا ذلك انسى، اقعد هوهم هنا 100 سنه. اقفل الباب يا ابني هنا وهنا. اقفل الباب يا ام، اقفل الابواب. لا ابتديت اشك فيكم بصراحه. بيهرب يا ريس. هرجع اعمله تاني. العميد محمد اقفل البابين. العميد محمد اقفل البابين، ما تخافوش مش مذبحة محمد علي. الحمد لله ربنا هداك وصليت. الحمد لله الحمد لله. والله شيء جميل، انا لسه قايل امبارح صليت العصر الحمد لله. والناس بقى امير مرتضى بقى له شهرين اللي بتشتم ما بيجيش النادي عشان ولاد ما حدش فلوس. شتم ليه؟ ده نقف البرلمان دوره كامله. محامي نقف. انت بتشتمه ليه؟ هو شغال على امين ضابط شرطه مقدم شرطه. عيالي 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 عايزين يمشي. بس برضه مش هيمشوا غير الانتداب. تاني ثلاثة مش هتجيب معانا نتيجة. وده مش جمهور. مفيش جمهور اللي قال بيشتم. اللي قال مأجورة اللي خافت تيجي، اللي قالوا الست تقعد تروح وتعمل لكم كمين. أدركتوا هناك. نعم. عرفتوا بقى إنه لو سمعت صوت عايز فيك تاني عنده قناة أو عنده صفحة وما جاش يراقشني ما عنديش أنا الجزمة. ويبقى مصر كلها هتقول له بس يا بقالك تعالى ناقشني.
يا صاحبي بتاعك ولا كهربائي هو حد سبع ارض من سبع اللعيبه يا